طيب معانا سعادة الأستاذ علي الحسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص. أستاذ علي السلام عليكم ومساك الله بالخير. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. كيف الحال أخي الفاضل؟ عليك وعلى المستمعين. طيبين سرك الحال. الله يبارك فيك. زعلانة منكم أم محمد، زعلانة. الله يحفظها إن شاء الله. واضحة. أم محمد تقول عندي إشكالية ويا المدرسة الخاصة اللي عيالي فيها. أنا لخص لك الموضوع بس. وتقول أنا اخترت مدرسة خاصة متميزة وعلى المنهج البريطاني، ما ذكرت اسم المدرسة، وأدفع 80,000 يعني في السنة حق عيالي حتى أن يكونون متميزين، لكن يقول المدرسة للأسف تحط لنا امتحانين في يوم واحد، امتحان فرنسي ورياضيات في نفس اليوم، أو امتحان مادة كذا وكذا يعني في نفس اليوم، وعيالنا ما يستطيعون يذاكرون ولا نحن نستطيع نذاكر لهم بحيث أن يكونون متميزين وناجحين. تقول أخاف حتى أن مو إلا مستوياتهم تنزل، أخاف إلا حتى ما يعني ما ينجحون. تقول راجعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، قابلتني أخت يسمونها عليا إزاها الله خير، لكن قالت هذا مش من اختصاصنا، أو قالت هذا مش من شغلنا مثل ما الأخت أم محمد قالت يعني. فتقول إذا هيئة الشارقة للتعليم الخاص ما كلمت المدرسة وما غيروا الجدول، منو اللي ممكن يكون له سلطة على المدرسة وأن يعني تساعدنا في قضية ترتيب جداول الامتحانات؟ تفضل أخي الفاضل. الله يحفظك وراشد. أول شيء نطمن الأخت المتصلة، أنا سامحني ما سمعت المحادثة بينكم، لكن بالنسبة للتقويم للطلبة في المدارس هناك تقويم مستمر، هناك تقويم نهائي، والمدرسة هي مسؤولة عن وضع الاختبارات بالنسبة للطلبة وعن رفع مهاراتهم وتحصيلهم العلمي، هذا شيء يعني ما أحد يختلف عليه، والله يبارك لها في عيالها إن شاء الله. الآن يفترض إذا كانت تتحدث عن التقويم المستمر، يعني في تقويم يسمونه أبو راشد أثناء سير الدراسة مستمر، تقويم شهري، وفي اختبارات نهائية اللي هي نهاية الفصل الأول ونهاية الفصل الثاني ونهاية الفصل الثالث، أو اختبارات دولية جاية من المؤسسات الدولية اللي هي معتمدة منها المدرسة. بالنسبة للتقويم المستمر براشد، هو تقويم يعني أثناء السير الحصة الدرسية، المعلم يحط سؤال أو سؤالين للطالب ويصير مجموعهم، يعني مثلا ممكن يختبر الطالب في أكثر من مادة، يعني في الرياضيات واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية في 3 مواد في اليوم، وعبارة عن سؤال وسؤالين وقيس مهارة الطالب، فما يتطلب من الطالب أن يستذكر دروسه، يفترض أن هاي المهارة اكتسبها من خلال التعليم. وبعد ذلك المعلم يجمع مجموع الدرجات، يعني يمكن يؤدي داخل السنة أو الفصل أكثر من اختبار، بعدها المعلم يجمع مجموعهم أو يأخذ أفضل درجة حصل عليها الطالب، هذا بالنسبة للتقويم. أما الاختبارات النهائية، يفترض أن المدرسة تنظم الاختبارات النهائية، وبالعكس هي ملزمة بتنظيم الاختبارات النهائية بحيث أنه ما يصير أكثر من اختبار في اليوم الواحد، وإذا كان في اختبارين يكون في اختبار مثل مادة علمية ومادة أدبية أقل يعني طلبا. شو اللي يخلي إدارات المدارس تحط امتحانين في نفس اليوم؟ يفترض أنها ما تحط، إذا كان التقويم مثل ما قلت براشد، إذا كان التقويم مستمر فهي تقدر تحط أكثر من امتحان في نفس اليوم، لأنه عبارة عن سؤال أو سؤالين وقيس مهارة الطالب. لا بس نحن ما نتكلم عن امتحانات تقويمية وامتحانات، يعني نحن نتكلم عن امتحانات فصلية الحين. إذا كانت الأخت تتكلم عن امتحان الفصلي، لابد أن المدرسة تراعي، يعني المدرسة اللي تضع اختباراتها. طيب إذا المدرسة ما راعت شو ممكن تسوون أنتم كهيئة؟ طبعا نحن نشوف مع وجود الجائحة هاي عملنا دليل إرشادي حول عمل الاختبارات والتقويم بالنسبة للمدارس، وخاصة في هذه الجائحة تعلم عن بعد، شرحنا لهم وفي دورات تدريبية قامت فيها الهيئة كيف أنهم يضعون الاختبارات. في حالة أن المدرسة يعني وضعت اختبارين للطالب في نفس اليوم العلمي، نحن طبعا نوجه المدرسة أنها تغير من الجدول هذا. إذا هذا من ضمن اختصاصاتكم؟ نعم من ضمن اختصاصنا. طيب كيف الأخت قالت لها والله مو بشغلتنا هذه؟ لكن نحن ما نعتمد براش، إحنا ما نعتمد الجداول الاختبارات، يعني وإن المدرسة ما ترسل لنا. لا لا لا, لا هو ليست القضية اعتماد الجدول. إذا كان الجدول بشكل طبيعي ما في عندك إشكالية فيه، هذا منح القضية، ليس أن الهيئة تعتمد جداول اختبارات، لكن في إشكالية
في مشكلة أو شكوى تقدمت بها ولية أمر، كيف الموظفة تقولها هذه ليست شغلتنا؟ هنا السؤال. لا، هذه من شغلتنا ومن أساس عملنا، احنا نتقبل شكاوي العالي وخاصة بما يخص العملية التعليمية، يصير عملية تعليمية هذا أساس عملنا يعني ونتقبلها. والعكس أنا ما أدري هي راجعت الأخت عليا أكثر من عليا في الهيئة. اي عليا، نحن ما نتكلم عن عليا بحد ذاته، اي موظف يعني كيف يقول هذه؟ والاشكاليه استاذ علي، الاشكاليه ان ليس فقط رد الموظف ان هي مش شغلتنا، الاشكاليه ان بقيت المشكله والاخت الان والله تكلمت بحرقه يعني، وهي تعبانه على عيالها، تبى تاخذ درجات زينه، تبى عيالها يحصلون بشكل جيد. انا اقترح عليك استاذ علي جزاك الله خير اذا تقبل اقتراحي، ان تتصل بالاخت ام محمد وتسمع منها كذلك التفاصيل، وبعدها جزاك الله خير اذا بتوضح لنا اكثر، لان الناس تبى تعرف المساله هذه. وانا اشوف ردود فعل كثيره من قبل الاخوه المستمعين فيما يتعلق بمكالمه الاخت ام محمد، لانها كانت تتحدث بحرقه يعني. نعم، اول شيء انا اطمنها، اكيد راح ناخذ الرقم ونتواصل معها ونتواصل مع المدرسه نشوف شو الاشكاليه ونحلها. واحنا طبعا مع الطالب ومع مصلحه الطالب في الظروف العاديه، لما بالك الان نحن في جائحه والطلبه عن بعد ولا بد من يعني استكار الدروس مع الاهالي. فنحن من منبركم هذا كذلك نطالب يعني اخواننا في المدارس ان يراعون ظروف الاهالي ويراعون ظروف اولياء الامور والطلبه في وسط هذه الجائحه وما يراكمون عليه الاختبارات في نفس اليوم يعني. بس مطالبتكم يعني. سعادتك مطالبتكم هذه المفروض ما تكون من خلال الخط المباشر، تكون لم مباشرة برسائل رسمية بمقابلات بلقاءات. نعم، وهذا مثل ما قلت لك راشد، احنا من بداية الجائحة يعني صدرنا دليل إرشادي بهذا الخصوص. أما الآن المدرسة إذا خالفت هذا الدليل الإرشادي وفي شكوى من ولي الأمر، احنا راح نتابعها ونتابع المدرسة في هذا الخصوص. طيب، واضح جدا. لكن لكن نحن طبعا بعد في ذات الوقت استاذ علي نتاكد ان هذا عن اي اختبار تتحدث، اذا كان اختبار فصلي او كان اختبار مثل ما قلت انت من ضمن الاختبارات اللي هي اختبارات اللي يسمونها السعي او ما اعرف شو يسمونها بالضبط، يعني اللي هي التقويم. نعم التقويم. فهذه لازم نتكلم براشد. بعد في اختبارات يعني دوليه، يعني في اختبارات دوليه من منظمات دوليه، هذه يعني مرتبطه بالمنظمات الدوليه، فنحن ما نتدخل فيها. واحيانا هاي تقيس مهارات، فيقول لك مش متطلب ان الطالب يعني يستذكر دروسه او يراجع، لابد انه تكون يعني في اجابات مباشره. فنحن بنتصل في الاخت ونطمنها ان شاء الله، وبنسال اذا كان هل اختبار تقويم ام اختبار نهائي. اذا كان نهائي نحن طبعا راح نوجه المدرسه. بس انت مش ما تعرف الحين اذا كان اختبار تقويم او اختبار نهائي؟ اي، لاني انا ما اعرف وما اسمع الاخت، لكن راح نتواصل معها ونتاكد من هذا الشيء. طيب، بتتأكد وبتخبرنا جزاك الله خير، حتى بعد الأخوة المستمعين يعرفون كيف نظام العمل في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وإن شاء الله ما بيصير للخير، والله يطرح فيكم الخير يا رب. آمين يا أبو راشد. جزاك الله خير أخ علي، بارك الله فيك جزيل الشكر لسعادة الأستاذ علي الحسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص.